Thank you.
Thank you.
Thank you.
اللي بيتكلم عن الفنان هو العمل الفني اللي بيقدمه للناس. فأنا إذا كانت موسيقاية وألحاني نالت نجاح وتقدير فهو ده كل شيء في حياتي، هو ده اللي لازم يؤرخ واللي يكتب عني إن أنا إنسان عشت لفني وعشت لألحاني وعشت لجمهوري، وإذا كنت أديت رسالتي كما يجب وضحيت من أجل فني ولأجل جمهوري برضو الناس هتعرفه. لكن اللي بيتكلم عن الفنان أو اللي بيتكلم عن الصحفي أو اللي بيتكلم عن الكاتب أو المؤرخ أو المؤلف هي أعماله الفنية، فأنا اللي بتتكلم عني أعمالي الفنية. فلو حبيت أرخ أو أتكلم عن فريد الأطرش أقدم أغني، أقدم ألحانه، أقدم موسيقى وهي تتكلم بنفسها عنه.
Thank you.
Thank you.
Thank you.